تحطون ثلاث اربع عواد نعناع وتحطونها على الثلج ونعلمكم الباز ان شاء الله. حطينا الثلج والنعناع نحط الليمون نقطع شرايح كذا وخليه يطعم. طبعا هي ليمون بس انا حطيت ثنتين خلي يصير حامض اليوم. تفاح شرايح بهذه الطريقه ذي ونحطه. طبعا تفاح اخضر زي من الاحمر. ماشي. يعني ما ابوها احمر حطينا خضراء. يا ملا والله العافيه والله ابو محمد الله يبيض وجهك. بسم الله على الميزي وجهك محمد. كل نوع حبتين عصير تفاح وسفن وبيره تفاح وبايسون واحد ذات. يا سلام يا سلام يا سلام عليك. اللي بعمل يا سلام عليك الله يبيض وجهك والله عز الله انك الله راعي فن راعي فن الله يسلمك.